المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من قرانيات. اهلا يا اخي مالك. اهلا بك اخت فرحه. المسلمين هيزعلوا من السؤال اللي انا هقوله، بس هو دي الحقيقه، ليه موجود اخطاء كتيره في القران؟ السؤال فعلا اخت فرحه ملفت للنظر، ان يوجد في القران الكثير من الاخطاء، والعلماء اللغه الذين درسوا القران قالوا ان سبب الكثير من الاخطاء هو أن كاتب القرآن كان السيرة الفاصلة، كان يريد أن ينتهي أحياناً الآية بفاصلة ما معينة. كل مرة على سبيل المثال الآية تنتهي بالألف، دائماً نريد أن ينتهي في الألف، فتعمل له إشكاليات، تعمل له فوضى. يعني بيبقى مقيد بالقافية مثلاً، مقيد بنهاية الحروف وكده، فيقع في الأخطاء من أجل أن فقط يحافظ على الوزن الموسيقي، هو يخرب القاعدة من أجل الوزن الموسيقي. طيب الأمثلة إيه يا أخي مالك؟ في مجموعة من الأمثلة نحن استمديناها من كتاب معروف الرصافي الشخصية المحمدية بصفحة 561. في كتاب معروف الرصافي الشخصية المحمدية صفحة 561 جاء مجموعة كثيرة من الأمثلة، أخذنا منها بعض الأمثلة. المثال الأول يقول: ولقد جاء آل فرعون النذر. النذر هي فاعل، وكان يجب أن يكون ولقد جاء النذر آل فرعون. يعني المفترض النذر أن تأتي في البداية لأنها هي الفاعل. آل فرعون المفعول به. هذا غلط. صح. كان يجب أن تكون هنا مكانها. ولكن من أجل القافية وضعها في الآخر. في مكان آخر أيضا من أجل القافية غير ترتيب. تقول الآية: فلله الآخرة والأولى. والمنطق الأشياء يقول فلله الأولى والآخرة. ممكن يقول بعض المشاهدين: لا، هذا بلاغة وهذا أمر تقديم وتأخير. ولكن نقول لهم: إذا كان هذا بلاغة، لماذا لدينا في آية أخرى في سورة القصص يقول لله الحمد في الأولى والآخرة؟ هو غيرها المرة دي ليه؟ المرة عاملة صح، لأنه القافية ما بتحتاجها. يبقى في المثال الثاني اللي في سورة النجم هي مش مقصودة، هو تبرير بس من المسلمين. لأجل المثال الثالث يقول: فكيف كان عقابي. عقابي هو حذف الياء الملكية، والأصل عقابي كان يجب أن تكون ياء يوجد عقابي، لكن لغى الياء لأجل القافية. في مكان آخر يقول: وأطعنا الرسول فأضلونا السبيلة. هو كان يكفي وأطعنا الرسول بدون الألف. الألف لا يوجد الحاجة لها، مفتوحة كده وخلاص فقط. لا توجد، ولكن وضعها لأجل أن يكون قافية عشان القافية برضه. والأسوأ هنا تشوف الخرق في الآية الأخيرة: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الكلام يتحدث يسبحون يسبحون يعني بيعوموا. نعم، الكلام يتحدث عن الشمس والقمر. أولا اعتبروا أنه عقلاء وهنا غير عقلاء. أيوة، يعني الشمس والقمر كل خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. طيب هو الليل، لا، الكلام الحديث عن الشمس والقمر، فكان مفترض يكون يأتي في ضمير غير العاقل، وتأتي في صيغة المثنى. كان يجب أن يكون يسبحان. كان يسبحان يجب، علشان هو دخل الليل والنهار فيهم. لا، فخلوا كله ولا لا؟ ولكن هي حفاظا على القافية. يعني مش عشان خلق الليل والنهار، لا أبدا، لكن والشمس والقمر اللي هم مثنى خلاهم جمع. جمع عقلاء. جمع عقلاء. لأن الشمس والقمر كان يجب أن تكون غير عقلاء. لأن مين اللي بيسبح ده يعني؟ نعم، الشمس والقمر تأتي في صورة عقلاء. فإذن في هذا المثال القرآن خرق قاعدتين: استخدم العاقل غير العاقل. واستخدم الجمع للمثنى. بشكرك أخي مالك. عزيزي المشاهد، محمد حط الحابل في النابل وقال إيه؟ أي حاجة هي كده تمشي، المهم عند القافية. القافية أهم حاجة عندنا. هل معقول ربنا يهتم بحاجات زي كده وما يهتمش بحاجات أعظم بكثير من الأمور دي؟ شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآن.